السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنكمل مع بعض منهج الترم الثاني من نافذة اكتشاف. هناخد مع بعض التواصل. التواصل الطفل من هو بطن امه بطن مامته بيحصل ما بينه وما بينها التواصل. لما بيتولد التواصل ما بينها وما بينها ما بينه وما بينها بيزيد، وبيزيد عن التواصل بيتعرف على والده وعلى افراد عائلته، فبيزيد التواصل ما بين افراد عائلته كلها. بعد كده بيدخل المدرسه فبتزيد دايره التواصل والمعارف بتاعته. بعد كده بيدخل الجامعه وبيكبر بيزيد برضه دايره التواصل. بيشتغل بيزيد دايره التواصل. يعني احنا في حياتنا اليوميه كل يوم بتزيد التواصل ما بيننا وما بين بعض. تعالوا مع بعض نتعرف على التواصل. التواصل هو مشاركه المعلومات او الافكار وتبادلها. ده تعريف التواصل. طب ايه انواع التواصل؟ التواصل اول حاجه بنتواصل مع ايه؟ افراد العائله. بعد كده بنزيد التواصل مع بعض، بنتواصل مع الاصدقاء. بعد كده بنتواصل مع اشخاص اخرين. طيب ايه هي الاغراض من التواصل؟ التواصل الاغراض، انا بتواصل معاك ليك غرض ما بيني وما بينك في التواصل ما بيننا وبين بعض. طيب ايه هي الاغراض؟ اول حاجه نتواصل لنحصل على مساعده. يعني ممكن عايزه اتواصل معاك عشان احصل على مساعده منك او على خدمه منك، مش مشكله، دي حاجه كويسه. طيب تتواصل لحل مشكله او تصميم افكار جديده. بنتواصل انا وانت عشان ناخد افكار جديده من بعض او نحل مشكله ما. ثالث حاجه مشاركه قصص عن الماضي والتعلم منها. بحكي لك قصص عن اللي حصل لي زمان، بتحكي لي قصص عن اللي حصل لك زمان، وبنتعرف على بعض ونبقى اصدقاء. طيب رابع حاجه تتواصل لنتعلم شيء جديد. تعالوا بعد كده بيقول لي هنا كيفيه تاثير التكنولوجيا لعمليه التواصل في المجتمع. اذا هي التكنولوجيا بتزيد التواصل بين المجتمع، بتسهلها لنا. ايوه طبعا، هو الفيديو اللي انا بكلمكم دي عمليه تواصل، مش انا بتواصل معاكم، مش انا بطلب منكم اي تعليق او اي كومنت تكتبوه على صفحه المدرسه وانا هدخل ارد عليكم. دي برضك عمليه تواصل. يبقى كده التكنولوجيا بتزود من عمليه التواصل في المجتمع. طيب تعالوا نتعرف مع بعض عن التكنولوجيا. التكنولوجيا هي اداه مصممه لحل المشكلات التي تواجهنا. طيب تعالوا نرجع مع بعض كده زمان، ايه هي ادوات التكنولوجيا؟ اول حاجه القلم. ايه ده، هي القلم من ادوات التكنولوجيا؟ ايوه. هو انا ممكن اطلب منك تكتب رساله لصديقك ونحطها في ظرف ونبعتها عن طريق البريد العادي، صح؟ يبقى دي كده من القلم من ادوات التكنولوجيا. طيب زي ايه تاني؟ تعالى نرجع مع بعض بقى لزمان، زمان خالص. التكنولوجيا في التواصل كانت ايه من زمان؟ اول حاجه كانت ايه ده؟ طبله. طب كان بيستخدمها لايه؟ زمان ما كانش فيه الموبايلات، ما كانش فيه البريد العادي اصلا، ما كانش فيه ادوات التواصل زي الموجوده دلوقتي. كانوا بيستخدموا الطبله عشان يعرفوا القريه اللي جنبيهم والقريبه منهم ان في رياح قويه جايه، ياخدوا احتياطاتهم، او لو حد ماشي يعرفوا ان في رياح قويه، خد ايه؟ خد احتياطاتك، او في عدو جاي خد احتياطاتك، يبتدوا ياخدوا القريه اللي بعدهم احتياطاتهم. تاني حاجه كانوا بيبعتوا رسائل عن طريق الخيول او الجمال. كانوا بيبعتوا رسائل عن طريق الايه؟ الخيول او الجمال. كانوا بيبعتوا الرسائل برضه عن طريق الحمام. كانوا بيمسكوا الرساله يلفوها ويربطوها في رجل الحمامه، والحمامه عارفه طريقها بتبعتها للشخص اللي هم عايزين ايه؟ يبعتوا له الرساله. في حاجه ثانيه اتطورنا والدنيا بقى اتطورت وبقت ايه؟ عن طريق الرساله، عبر البريد الالكتروني، عن طريق الجهاز المحمول او جهاز الكمبيوتر. وفي حاجة قبل ما تظهر جهاز الكمبيوتر كانت ظاهرة البريد العادي، قبل ما تظهر البريد الإلكتروني كانت ظاهرة الإيه؟ البريد العادي. كانت رسالة بنكتبها لشخص إحنا حابين نكتب له نسأل عن سؤال أو نتعرف أو نسأل عن أخباره، كنا بنكتبها ونحطها في ظرف ونعملها طابع بريد ونبعتها في البريد العادي بتوصل له، بس بتقعد فترات ايه؟ طويله. عكس البريد الالكتروني. البريد الالكتروني انا لما ببعت رساله وبكتبها بتترسل له على طول. وكمان البريد العادي انا ممكن اغلط في الكلمه وانا بكتب. خلاص هي اتبعتت، انا بعتها حطيت طابع البريد وبعتها، مش هقدر امسح الكلمه الغلط، صح؟ لكن البريد الالكتروني انا ممكن وانا بكتب رساله
رسالة وبستخدم الموبايل اهو. انتوا طبعا اكيد عارفين بستخدم الموبايل وبكتب رسالة، ممكن امسح اللي انا كتبته او كلمة غلط واعيد كتابتها. فالتطور التكنولوجي ده سهل علينا التواصل ايه مع بعض. طيب عندنا طرق التواصل، التواصل اللفظي والتواصل الغير لفظي. التواصل اللفظي استخدام الكلمات بيننا زي ما انا بتواصل معاكم، التواصل ايه لفظي. التواصل الغير لفظي عدم استخدام الكلمات. هو انا مش قلت لكم الطفل يتواصل مع مامته وافراد عائلته عن طريق ايه؟ البكاء، الضحك، بيلعب معاهم، بيتواصل معاهم عن طريق ايه؟ اشارات، الضحك او البكاء. ده تواصل غير لفظي واحنا عامه بنستخدمه مع بعض. انا لما بقول لك شكرا وانت تبتسم، انت كده انا استخدمت التواصل اللفظي، انت استخدمت التواصل غير اللفظي. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا للدرس صف السنه الابتدائي، ويا حبايبي مستنياكم تحلوا كتاب المدرسه صف 129، واي تعليق او اي كومنت تكتبوه في صفحه المدرسه وانا هرد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.